وبالنسبة للأسهم الشركات التكنولوجية المؤثرة في الأسواق الأمريكية في إغلاقاتها الماضية، ألفابت تراجعت ب 9.5% لتصل إلى 125 دولار و62 سنتا للسهم الواحد. أبل عند 171 دولار و10 سنتات للسهم الواحد. أمازون كذلك تتراجع ب 5.16% تقريبا لتصل عند 121 دولار و40 سنتا للسهم الواحد. ومايكروسوفت تتخذ اتجاه صعودي بأكثر من 3% عند 340 دولار و68 سنتا للسهم الواحد في إغلاقات جلسة الليلة الماضية. انفيديا كذلك يتراجع ب 4.13% عند 417 دولار و82 سنت بعد أن افتتح ب 434 دولار وتراجع بأكثر من 18 دولار لإنفيديا في السوق الأمريكي. تسلا كذلك تتراجع عند 212 دولار و35 سنتا. سيبلانك كذلك تتراجع، والتراجعات في أغلب الأسهم. سيبلانك عند 147 دولار و46 سنتا للسهم. وإغلاق كذلك سيسكو سيستمز بواحد وتقريبا 10% عند 52 دولارا و40 سنتا للسهم الواحد.